الجزار مجزار انت كل شيء كم با يقول انتظاري ضاعت القبيله من وضعها العقل محتار ليش هذا الجفاء والبعض بايع وشاري الصحب والقرابه فوق مليار دولار كم تقفيتكم من قبل هذا احواري احتكمنا ليربع بعد حكمي والاصدار ما حدا مثلكم عنسي حدائي دماري ذل ورخص سجن في السجن يا حاره الدار قصيدة كلمة السجين محمد عبد محمد عجينة المنكري نزيل السجن المركزي محاور الدمار من أهالي قريتي منكر عزلة الجرشة قبيلة عنس القصيدة مجال أخوانه وبني عمة أسرة بيت عجينة بعنوان يا بن العمة ظليت يضعف جداري إلى حنا فايز أبو شمس عزفاء أبو خل عبد فرحان وايدحاء زياد فرحان مع ثياب تسهيلات الفايز لما صاري واقع حالي نفاذ صبري أسير خلف الأسوار وانت المطلع وعد الحال عالم وداري كاشف الغم لا يخفاك جاهري ولا سرار لك رفعت الشكا وشكوى سجين بطراري خاب ظني بغاويرك فك قيدي ولا عسار لا قريبي ولا صاحب بقي في ضميري لا قريبي ولا صاحب بقي في ضماري أفلس الأهل وابن العم في وسط مقبار الأهل وابن العم في وسط مقبار تسع مسجون في ويه الران جنب النماري غبني قلبه عجاوينه كيف ما عدله نصار يا بن العم ما ظنيت يضعف جداري لا ولا تتركوني بين ظالم وجزار أنت كل شيء كم بايقول انتظاري ضاعت القبيلة وهم وضعها العقل محتار ليش هذا الجفا والبعض بايع وشاري الصحب والقرابه فوق مليار دولار كم تقفيتكم من قبل هذا حواري احتكمنا ليا واربع بعد حكمي والصدر ما حدا مثلكم عنسي حدايا وذماري ظل وارخص ساجين في السجن يا حارة الدار والحلول واضحة والخير في عقر داري ما تلجيت لا صاحب ولا صحت للجار صحت للجار ايش اسوي بقربتكم وكثر المهاري القضيه تريد الحل والحل مشوار حل مطلوب من بعد القرار الوزاري حسب الاسلاف والاعراف ذا عاد شي احرار بايقوم وبدا ويلزم ولو هي طواري ما حدا ينتقص من قدر صاحب
الكلام ولو هي طوارئ ما حدا ينتقص من قدر صاحب ولو جر الحياة مدرسة يا أهل السجل التجاري ايش اسوي بكثر القول والخانة صفار وزنكم والثقل حسم الامور باقتداري للقرابة ولا اصحاب والمخولة ولا صهر القضاء والقدر مكتوب ليس اختياري يا رسولي توكل بلغ الناس الاحرار سيروا بدو على وادي يستحق اعتذاري صاحب الحق ما نحتاج للناس الاشرار اعتذاري صاحب الحق ما ونحتاج للناس الاشرار اكتسر ظهر اخوك يا احمد وكامله يداري للقرابه ولا وكن للاسف ما حدا غار وانت اول ما انا اضعف قوتي واقتداري يوم قفيت حاوست من ورا الظهر مسمار حواري وانتهى الاخ والدكتور والبرد والحار واجبك يلزم في ليل اخوك والنهاري اجمع الناس وافرض شور طفابه النار افعل الخير فوي دنياك معي يا ضماري خاف ربك تجاور رع قلب اخوك مر صبر موقفك ضعفر والأسرة وحدد مساري كيف لم قبلك والناس وارسل أخبار وعذر شد من همتك من أجل تكسر حصاري لا تمكن شيء الموقف سوالف وفسار تكسر حصاري لا تمكن شيء الموقف سوالف وفسر انت رزحي فيا والدنيا وتاج افتخاري لو بدك بقعتي لا كسر السجن كسر وضوي الارض ووضوف السماء والصحاري من نوى يتركك فهو يا هودي بزن نار هكذا الحظ والدنيا بتلعب أتاري ما حدا عارف ويش اللغز في علم الأقدار الكباري والمنايا بت وتفرج على جيش بشر عاد اخي وابن اخي جنبي حي وشعاري واكتشف انك وفي عندي جو مثل العصر واختم القول ووزن سهلها والبراري